يا مساء الإيجابية وكل شيء سعيد علينا وعليكم يا رب. اليوم بشرح بشكل سريع عن مشاكل الاستخلاص اللي ممكن تواجه الإنسان بسبب طريقة الكبس أو التوزيع. ولا تنسونا من الدعاء أولا، ثم اللايكات والشير والأمور هذه اللي أنتم عارفينها. الله يسعدكم يا رب. حاليا أنا طحنت 36 جرام من القهوة بما يعادل 18 لكل باسكت، وراح نشوف الآن طريقة الكبس وطريقة التوزيع إن كانت سيئة أو إن كانت سليمة. طبعا معلومة بسيطة، المطحنة لمجرد أنك تستخدمها في يومك المفروض أنك تشغلها قبل لا تطحن أول مرة، لأن ممكن يكون في بن متجمع من أمس قبل أمس وهذه، فلازم تسوي لها تنظيف سريع كذا قبل لا تحط البن الجديد عشان تتحاشى نقطة الأخطاء والتفاصيل البسيطة هذه. أنا خديت مبدئيا 18 جرام تمام في الباسكت، بعد ما فككت التكتلات بمشبك شعر تمام أو عود أسنان على راحتكم، راح أفكك وأخذ وقتي في التفكيك على أساس أني ما أحصل في الاستخلاص يصير القهوة تطشر يمين ويسار. معلومة سريعة بالخصوص الموزع اللي يوزع البن في الباسكت، الآن أنت بإمكانك أن تزود من طول الموزع أو التوزيع إذا كنت تأخذ السنجل شوت أوكي، أو أنك ترجع على الخط هذا اللي هو بما يخص الدبل شوت. لكن حط في بالك نقطة، بالنهاية أنت مجرد توزيع جالس توزع بالأداة هذه، ما أنت جالس تضغط. إذا حسيت أن الموزع جالس يضغط على البن، أعرف أنه يعني راح تضغط عليه أكثر وأكثر لما تجي تستخدم التامبر، فراح يصير عندك الوضع مرة مكتوم. طبعا بإمكانك أنك تسوي adjusted أو يعني تعديل بالطريقة هذه، تفتح من هنا من الجهة هذه وتحدد المقاس اللي أنت حاب أنه يكون. الآن راح نشوف مع بعض طريقة التوزيع شلون. مجرد أنك تحطها على البون بشكل خفيف، ما تضغط ولا حاجة، وتبدأ تلف إلين يلف مع نفسه على أساس تحس بالنهاية أنه هو بدأ يوزع بشكل سليم ويصير السطح متساوي، عشان لما تجي تحط التامبر ما يصير يضغط على جهة معينة وجهة ثانية لسه ما زال فيها فراغات. فأنت بالنهاية تضمن أن مع التوزيع بشكل سليم تمام يصير عندك السطح متساوي للتامبر، او خلنا نقول تهيئة للسطح عشان التامبر يجي بشكل سلس. الان خلصنا تمام، نشوف مع بعض الان طريقة الضغط. الان هذا شكل البن بعد ما وزعناه بالموزع. طبعا لاحظوا الطحنة، ونفس الوقت لاحظوا منسوب او المستوى، مفروض ان تحس فيه انه يكون مستوي السطح، ما يكون في مشاكل او ميول بحيث انه ما ينضغط من جهة وجهة لا. طبعا بعد ما انت تحط البن في الباسكت قبل ما توزع، ممكن انت تطقه طقة خفيفة من تحت، بس ما تكون قوية عشان ما تسبب كراك ومسارات فتصير الموية تنزل بسرعة من مكان ومكان لا. الان وصلنا لمرحلة الكبس، راح اكبس انا بقوة وبشكل خاطئ عشان نشوف الفرق بين الكبس، يعني نشوف تأثير الكبس على الاستخلاص عندنا بالطريقة هذه. الآن راح أدخل بالشكل هذا تمام، أتأكد أن عندي كل الأماكن متساوية، أو خلنا نقول السطح متساوي، وراح أبدأ أضغط. أنا الآن قاعد أضغط بقوة يعني تمام. لما أنا أضغط بقوة شو يصير؟ ينشب التامبر، فلما أجي أطلعه بسرعة فش يصير عندي؟ يصير عندي فراغات، يصير عندي فراغات على الجوانب. الفراغات على الجوانب هذه هي اللي تسبب أنه تروح الموية لأضعف نقطة، فتروح على الدائر مباشرة. فبالطريقة هذه أنا ما راح أستفيد شيء، لكن بخليها زي ما هي وأوريكم الاستخلاص وبضغطها زيادة. تمام بالشكل هذا. الآن بنشوف الاستخلاص مع بعض. الآن قبل أن نستخلص راح نسوي ترطيب
للشاور سكرين زائد تسخين الكوب. بالطريقة هذه راح نضغط على الدبل شات ونخليه ينزل موية فقط. لاحظين كيف نزل الاستخلاص؟ نزل بسبب المسارات، لان المويه حاولت تدور اضعف نقطه واقرب نقطه. انا راح اوريكم من داخل الباسكت ايش الممكن يصير. وهذا شكل البن بعد الاستخلاص. لو تلاحظون فيه زي الفتحه هنا، ما ادري واضحه ولا لا، لكن الفتحه هذه كانت اضعف نقطه بسبب الكبس القوي، ونزلت من داير الباسكت نفسه المويه. عشان كذا لو نلاحظ في الاستخلاص مو بصافي، تحس انه فيه زي شيء ترابي، والحمضية اصلا واضحة من الريحة. لاحظوا معي برضو لما طلعت الكيكة، يسمونها كيكة، لاحظ الكراك اللي موجود هذا من الكبس القوي، فلما نشب التامبر ورفعته زي اللي صار فيه يعني انكسار في نفس الكيكة، فصار تقريبا شبه جزئين وليس جزء واحد، وهذا تعتبر نقاط ضعف. الآن أنا حطيت برضو 18 غرام في الباسكت، وزعتهم، وما راح أضغط نهائي، مجرد إني أحط بس المكبس على البن، صلى الله وبارك، عشان بس أوريكم الفرق فعلا لما الواحد ما يكبس بالشكل السليم. وزنا الكبس كان خفيف. نشوف الآن الاستخلاص. لاحظين الفرق بين الاستخلاص الاول والاستخلاص الثاني؟ في الاستخلاص الثاني احنا ضغطنا خفيف جدا، لاحظ الفرق شلون؟ بغض النظر عن التكتلات اللي موجودة. الطريقة هذه حطيت اللي هو 18 جرام في الباسكت، راح احط المكبس واكبس بشكل سليم. اول شيء اوازن المكبس قبل اكبس، 3 اصابع بشكل خفيف على وزن الكتف فقط. ولما يصير اساوي السطح، لما اجي اطلع التامبر المفروض اني اطلع شوي شوي عشان ما يسبب لي زي اللي يشفط مع البن من الباسكت.